الدرس الثاني، قارة إفريقيا وامتداد الدولة الإسلامية فيها. الموقع الفلكي والجغرافي لقارة إفريقيا. نشاط واحد، نلاحظ الخريطة ثم نقوم بما يأتي. خريطة قارة إفريقيا السياسية. واحد، نستنتج الموقع الفلكي لقارة إفريقيا. تقع قارة إفريقيا في الجنوب الغربي من قارة آسيا، ويحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الغرب البحر ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الجنوب الأطلسي والهندي، ومن الشرق المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس. 2، نحدد الموقع الجغرافي لقارة إفريقيا. تقع قارة إفريقيا فلكيا بين دائرتي عرض 37 شمال خط الاستواء إلى 35 جنوب خط الاستواء، وبين خطي طول 17 غرب خط غرينتش إلى 51 إلى الشرق منه. 3، نعين الدول العربية في قارة إفريقيا. مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، السودان، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، وجزر القمر. أنا تعلمت، تمتد قارة إفريقيا فلكيا بين دائرتي عرض 37 شمال خط الاستواء إلى 35 درجة جنوب خط الاستواء، وبين خطي طول 17 غرب خط غرينتش و 51 درجة إلى الشرق منه. أما جغرافيا فهي تقع إلى الجنوب الغربي من قارة أوراسيا، أوروبا وآسيا، ويحيط بها من الشمال البحر المتوسط، حيث تتصل مع أوروبا من خلال مضيق جبل طارق، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الجنوب المحيط الأطلسي والهندي، ومن الشرق المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس. مظاهر السطح في قارة إفريقيا. نشاط 2، نلاحظ الخريطة ثم نجيب عن الأسئلة التي تليها. خريطة قارة إفريقيا الطبيعية. 1، نبين المظهر التضاريسي الغالب على قارة إفريقيا، الطابع الهضبي. 2، نسمي بعض مظاهر السطح في قارة إفريقيا: الهضاب، هضبة إثيوبيا، الجبال، جبال أطلس، السهول، سهول ساحلية وسهول فيضية، البحيرات، بحيرة تشاد. 3، نستنتج أثر الموقع الفلكي في مناخ قارة إفريقيا، أدى إلى تعاكس الفصول فيها. أنا تعلمت، تمتاز قارة إفريقيا عن باقي القارات بأن أرضها يسودها الطابع الهضبي، ومن مظاهر السطح فيها الهضاب كهضبة الصحراء الإفريقية الكبرى في شمال القارة، وهضبة إثيوبيا في وسط القارة وشرقها. الجبال فهي إما على شكل سلاسل جبلية كجبال أطلس التي تمتد في الشمال الغربي من القارة، أو على شكل كتل متناثرة كجبل كليمنجارو، وهو أعلى جبال قارة إفريقيا ويقع في دولة تنزانيا. السهول تقسم إلى قسمين، هما السهول الساحلية وتمتد على سواحل البحار والمحيطات، والسهول الفيضية على ضفاف الأنهار. ويوجد في قارة إفريقيا نهر النيل، وهو أطول أنهار العالم، كما يوجد فيها عدد من البحيرات مثل بحيرة فيكتوريا وبحيرة تشاد. مناخ القارة أدى امتداده خط الاستواء ومداري السرطان والجدي في قارة إفريقيا إلى تعاكس الفصول فيها، فإذا كان القسم الشمالي من القارة صيفا يكون القسم الجنوبي منها شتاء، والعكس صحيح، ففي القسم الشمالي ترتفع الحرارة صيفا وتعتدل قرب السواحل، وتسقط الأمطار الموسمية الصيفية على جنوب السودان ووسطه وعلى هضبة الحبشة، أما شتاء فتنخفض درجات الحرارة في الأجزاء الشمالية وتسقط الأمطار الشتوية على سواحل البحر المتوسط، أما في الأقسام الجنوبية صيفا فترتفع الحرارة بسبب تعامد الشمس على مدار الجدي، وتسقط الأمطار الموسمية الصيفية على السواحل الشرقية والجنوبية للقارة، وتنخفض الحرارة شتاء بشكل عام. خصائص القارة. نشاط 3،
نقرأ النص الآتي ثم نجيب عن الأسئلة التي تلي. على الرغم من اتساع مساحة قارة أفريقيا وامتلاكها لعدد من الثروات الطبيعية، إلا أنها تعاني تحديات مختلفة، أبرزها التصحر الذي يهدد أراضيها الصالحة للزراعة، وكذلك الفقر والمجاعات والأزمات الغذائية. ولا تقتصر معاناة القارة الأفريقية على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما تمتد لتشمل جوانب أخرى مهمة، وبخاصة في النواحي الصحية التي تؤثر على عمليات التنمية. ومن أبرز المشكلات الصحية انتشار عدد من الأمراض المتوطنة مثل الإيدز والملاريا ومرض النوم، وهي من عوائق التنمية الخطيرة بأفريقيا، وتتكلف الدول الأفريقية أموالا طائلة للقضاء عليها. واحد، نستنتج التحديات التي تواجه قارة أفريقيا. واحد، التصحر حيث يهدد أراضيها الصالحة للزراعة. اثنان، الفقر والمجاعات والأزمات الغذائية. ثلاثة، انتشار الأمراض والأوبئة مثل مرض الإيدز والملاريا. أربعة، الصراعات والحروب الأهلية. اثنان، نقترح طرقا للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للقارة. طرقا للنهوض بالأوضاع الاقتصادية: واحد، استثمار الموارد الطبيعية للقارة والثروات الزراعية والحيوانية فيها. اثنان، عمل خطة شاملة للتنمية والقضاء على الأمراض المتوطنة فيها. ثلاثة، القضاء على الصراعات والحروب. أنا تعلمت. تعد قارة أفريقيا ثاني قارات العالم من حيث المساحة والسكان، إذ تبلغ مساحتها 30 مليون كيلومتر مربع، وبلغ عدد سكانها حوالي 1,305,000,000 نسمة حسب إحصائية عام 2019 ميلادي. ويتوزع السكان على سواحل قارة أفريقيا وفي المناطق الداخلية، وتأخذ قارة أفريقيا شكل المثلث الذي يتسع في الشمال ويضيق في الجنوب. ويوجد في قارة أفريقيا أكبر هضاب العالم مساحة، هضبة الصحراء الأفريقية الكبرى، وسواحل القارة شبه مستقيمة وقليلة التعاريج، وهو ما أدى إلى قلة الموانئ الطبيعية فيها. وعلى الرغم من وجود كثير من الموارد الطبيعية في قارة أفريقيا مثل البترول والمعادن والمنتجات الزراعية، إلا أنها لا تزال غير متطورة من الناحية الاقتصادية بسبب الصراعات والحروب الأهلية والجفاف والتصحر والأمراض والفقر. وقد عانت القارة من خلال فترة الاستعمار الأوروبي الحديث من تجارة الرقيق، الاتجار بالبشر الذي استنزف موارد القارة البشرية. الفتوحات الإسلامية في قارة أفريقيا. نشاط 4، نقرأ النص ونلاحظ الخريطة ثم نجيب. استغرق فتح المسلمين للمغرب حوالي 80 عاما تقريبا، وهي مدة طويلة مقارنة بالفتوحات الإسلامية في المناطق الأخرى، ويرجع ذلك إلى مساحة هذه المنطقة الكبيرة وصعوبة تضاريسها الجغرافية وشدة بأس سكانها البربر في القتال. ولكن سياسة المسلمين المتسامحة مع السكان أدت إلى اعتناقهم الدين الإسلامي واندماجهم في الحضارة العربية الإسلامية. واحد، نفسر المدة الزمنية الطويلة التي استغرقها المسلمون لفتح المغرب. واحد، اتساع مساحة هذه المنطقة. اثنان، صعوبة التضاريس الجغرافية فيها من صحاري حارة وجبال. ثلاثة، شراسة سكانها الأصليين البربر في القتال. اثنان، نحدد المناطق التي فتحت في عهد الدولة الإسلامية. عقبة بن نافع فتح مدينة تونس. حسان بن النعمان فتح معظم المغرب. موسى بن نضير فتح ما تبقى. أنا تعلمت. استأنف المسلمون في العصر الأموي فتوحاتهم في قارة أفريقيا، فقام عقبة بن نافع ببناء مدينة القيروان لتكون قاعدة للمسلمين هناك، كما قام بحملة عسكرية كبرى وصل فيها إلى المحيط الأطلسي، ولكنه استشهد في منطقة دهودة في دولة الجزائر الحالية في طريق عودته من هناك. وخلفه حسان بن النعمان الغساني الذي تمكن من الانتصار على البربر والاستيلاء على معظم المغرب،
ثم أكمل موسى بالنصير فتح ما تبقى من مناطق عمل ولاة المغرب المسلمون على كسب البربر إلى جانبهم عن طريق نشر الإسلام بينهم وضمهم للجيش الإسلامي وتعيين فقهاء لتعليمهم الدين الإسلامي، فأدت هذه السياسة المتسامحة إلى إقبالهم على الدخول في الإسلام وتعلم اللغة العربية والانضمام للجيش الإسلامي، فاندمجوا في الدولة الإسلامية وصار للمغرب العربي طابعه العربي الإسلامي المعروف به حتى اليوم. وعن طريق التجار والدعاة المسلمين انتشر الإسلام في مناطق كثيرة من قارة أفريقيا مثل نيجيريا والسنغال ومالي وغيرها. أختبر نفسي. السؤال الأول، أختار رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1. ما أعلى جبال قارة أفريقيا؟ كليمنجارو. 2. ما دائرة العرض الرئيسة التي تمر من وسط قارة أفريقيا؟ خط الاستواء. 3. ما المضيق الذي يصل قارة أفريقيا مع قارة أوروبا؟ جبل طارق. 4. ما أطول أنهار قارة أفريقيا؟ النيل. 5. ما ترتيب قارة أفريقيا من حيث المساحة بين قارات العالم؟ الثانية. 6. أين استشهد عقبة بن نافع؟ تهودة. السؤال الثاني، أفسر ما يأتي. ألف، قلة الموانئ الطبيعية على سواحل قارة أفريقيا بسبب قلة التعرجات وشبه استقامة السواحل. ب، تعاكس الفصول في القسم الجنوبي عنه في القسم الشمالي في قارة أفريقيا بسبب مرور خط الاستواء ومدار الجدي والسرطان في القارة. السؤال الثالث، أوضح أهم خصائص قارة أفريقيا. ثاني قارات العالم من حيث المساحة، 30 مليون كيلومتر مربع. 2. عدد سكانها ما يقارب 1,203,000,000 نسمة. 3. تأخذ شكل المثلث، تتسع من الشمال وتضيق من الجنوب. 4. فيها أكبر هضاب العالم، هضبة الصحراء الكبرى. 5. سواحلها شبه مستقيمة وقليلة التعرجات، تعاني من عدة مشاكل كالصراعات والحروب الأهلية والجفاف والتصحر والأمراض والفقر. السؤال الرابع، أحسب عدد دوائر العرض وخطوط الطول التي تمتد عليها القارة الأفريقية. تمتد قارة أفريقيا بين دائرتي عرض 37 درجة شمال و 35 درجة جنوب خط الاستواء، إذن هي تمتد بين جهتين مختلفتين شمال وجنوب، وعليه أن نجمع 37 زائد 35 يساوي 72 دائرة العرض. وتمتد قارة أفريقيا بين خطي طول 17 درجة غرب و 51 درجة شرق خط غرينتش، إذن هي تمتد بين جهتين مختلفتين غرب وشمال غرب وشرق، وعليه أن نجمع 17 زائد 51 يساوي 68 درجة خط الطول. السؤال الخامس، أوازن بين درجات الحرارة في قارة أفريقيا صيفا وشتاء. في القسم الجنوبي من القارة تكون درجة الحرارة مرتفعة صيفا لتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي، وفي الشتاء تنخفض بشكل عام. وفي القسم الشمالي من القارة تكون درجات الحرارة مرتفعة صيفا لتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، وفي الشتاء تنخفض بشكل عام. السؤال السادس، أوضح امتداد الدولة الإسلامية في قارة أفريقيا خلال العصر الأموي. امتدت الدولة الإسلامية حتى المحيط الأطلسي، حيث قام عقبة بن نافع بحملة عسكرية إلى هناك بعد أن بنى مدينة القيروان لتكون قاعدة عسكرية له، لكنه استشهد في طريق عودته في منطقة تهودة في الجزائر على يد البربر، وخلفه حسان بن النعمان الذي استولى على معظم المغرب بعد أن هزم البربر، ثم أكمل موسى بن نصير فتح ما تبقى. السؤال السابع، أعين على خريطة قارة أفريقيا الصماء ما يأتي. 1. الأنهار، النيل والكانغو والنيجر
2 المحيطات، الأطلسي والهندي، 3 الجبال الأطلس والكليمنجارو، 4 الهضاب هضبة الصحراء الأفريقية الكبرى، 5 البحار والمضائق، البحر المتوسط والبحر الأحمر ومضيق جبل طارق، 6 المدن كيراوان.